السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإسبانية. معكم بدر العتابي. بداية قبل ما نبدأ الدرس ديالي ومع اقتراب حلول شهر رمضان، بغيت نقول لكم على أنني سأقوم بإعداد فيديو يهم جميع الأشياء أو جميع الكلمات اللي نقدروا نحتاجوها في رمضان. لذا كنطلب منكم على أنكم تساعدوني بتعاليق وتقولوا لي جميع الأشياء اللي تقدروا تحتاجوها. بلا ما نطول عليكم، درس اليوم إن شاء الله سنرى فيه أربع كلمات مهمة جدا. هذه الكلمات هي alguien، nadie، algo y nada. alguien، nadie، algo y nada. هذه الكلمات كيلقاو مجموعة الأشخاص فيهم صعوبات لأنهم تقريبا كيتشابهوا. احنا ان شاء الله في هذا الدرس سنقوم بالشرح ديالهم واعطاء مجموعه من الامثله على بركه الله. اولا وقبل كل شيء، يجب علينا معرفه الفرق بين alguien و algo، nadie y nada. alguien و nadie نستعملهم مع الاشخاص. نعود، alguien و nadie نستعملهم مع الاشخاص، وبخصوص algo و nada نستعملهم مع الأشياء. نستعملهم مع الأشياء. احنا غادي نعطيو مجموعة من الأمثلة ونعرفوا المعنى ديالهم على بركة الله. في البداية سنرى alguien. alguien. alguien هي شخص ما. شخص ما. مثلا hay alguien detrás de la puerta. hay alguien detrás de la puerta. هناك شخص ما وراء الباب. هناك شخص ما وراء الباب. مثال آخر، está alguien en casa. está alguien en casa. هل شخص ما في المنزل. هل شخص ما في المنزل. está alguien contigo. está alguien contigo. هل شخص ما معك. هل شخص ما معك. estás esperando a alguien. estás esperando a alguien. هل تنتظر شخص ما. هل تنتظر شخص ما. alguien me puede ayudar. alguien me puede ayudar. هل يمكن لشخص ما مساعدتي. هل يمكن لشخص ما مساعدتي. alguien me está llamando. alguien me está llamando. شخص ما يتصل بي. شخص ما يتصل بي. alguien está tocando la puerta. alguien está tocando la puerta. شخص ما يطرق الباب. شخص ما يطرق الباب. كيف ما شفنا ان alguien هي شخص ما. من هو هذا الشخص؟ لا نعرفه، نقول alguien. alguien. الآن سنرى العكس ديال alguien واللي هي nadie. وكيف ما سبق وقلت على أن alguien و nadie دائما كيمشيونا مع الأشخاص. دائما مع الأشخاص. nadie العكس ديال alguien. مثلا no hay nadie detrás de la puerta. no hay nadie detrás de la puerta. لا يوجد أحد وراء الباب. لا يوجد أحد وراء الباب. هنا كنقصدو شخص. لا يوجد أحد. مثال آخر، no hay nadie en casa. no hay nadie en casa. لا يوجد أحد في المنزل. لا يوجد أحد في المنزل. no hay nadie conmigo. no hay nadie conmigo. لا يوجد أحد معي. لا يوجد أحد معي. no estoy esperando a nadie. no estoy esperando a nadie. أنا لا أنتظر أحد. لا أنا لا أنتظر أحد. nadie me puede ayudar.
Nadie me puede ayudar. لا أحد يستطيع مساعدتي. لا أحد يستطيع مساعدتي. No he visto nadie en la calle. No he visto nadie en la calle. لم أرى أحد في الشارع. لم أرى أحد في الشارع. كيف ما شفنا أن نادي جت مضادة لألجين. قلنا ألجين هي شخص ما، نادي العكس ديالها هي لا أحد. واضح؟ وقلنا كتمشي مع الأشخاص. الآن سنرى ألجو. ألجو هي شيء ما، شيء ما. والفرق بين ألجين وألجو هي أننا قلنا ألجين كتمشي مع الأشخاص، وألجو كتمشي مع الأشياء. واضح؟ مثلا أي ألجو رارو إن الكوارتو. أي ألجو رارو إن الكوارتو. هناك شيء غريب في الغرفة. هنالك شيء ما غريب في الغرفة. شيء ما. Compramos algo para la cena. Compramos algo para la cena. نشتري شيئا لتناول العشاء. نشتري شيئا لتناول العشاء. Necesitas algo para la cena. Necesitas algo para la cena. هل تحتاج إلى شيء ما للعشاء؟ هل تحتاج إلى شيء ما للعشاء؟ بس أثر algo antes de salir. بس أثر algo antes de salir. هل ستقوم بشيء ما قبل الخروج؟ هل ستقوم بشيء ما قبل الخروج؟ Voy a mirar si hay algo en la nevera. Voy a mirar si hay algo en la nevera. سوف أنظر إذا كان هناك شيء في الثلاجة. سوف أنظر إذا كان هناك شيء ما في الثلاجة. Quieres cambiar algo? Quieres cambiar algo? هل تريد تغيير شيء ما؟ هل تريد تغيير شيء ما؟ Él tiene algo en la mochila. Él tiene algo en la mochila. هو لديه شيء في حقيبته. هو لديه شيء ما في حقيبته. Necesitas algo para ser feliz. Necesitas algo para ser feliz. هل تحتاج إلى شيء لتكون سعيد؟ هل تحتاج إلى شيء ما لتكون سعيد؟ كيف ما شفتوا algo هي شيء ما، شيء ما. هذا الشيء ما كنعرفوش، ولكن ماشي شخص، شيء ما، أشياء. الآن سنرى العكس ديال algo اللي هي nada. قلنا algo هي شيء، nada هي لا شيء. مثلا no hay nada en el cuarto. No hay nada en el cuarto. لا يوجد شيء في الغرفة. لا يوجد شيء في الغرفة. No sé nada. No sé nada. لا أعرف أي شيء. لا أعرف أي شيء. No tengo nada de comida. No tengo nada de comida. ليس لدي أي طعام. ليس لدي أي طعام. Los muchachos no hacen nada durante las vacaciones. Los muchachos no hacen nada durante las vacaciones. الأولاد لا يفعلون أي شيء خلال العطلة. الأولاد لا يفعلون شيء، أي شيء خلال العطلة. No tengo nada en el mochila. No tengo nada en el mochila. ليس لدي أي شيء في الحقيبة. ليس لدي أي شيء في الحقيبة. No necesito nada para ser feliz. No necesito nada para ser feliz. لا أحتاج إلى أي شيء لأكون سعيد.
لا أحتاج إلى أي شيء لأكون سعيد. كيفما شفنا أن ألغين ونادي نستعملهم مع الأشخاص، ألغو ينادى نستعملهم مع الأشياء. إلى هنا نكون قد نهينا درزينا ديال اليوم. كيفما قلت لكم في البداية على أنني سأقوم بإعداد درس يهم جميع الكلمات اللي نقدروا نحتاجوها في رمضان، بغيتكم تعاونوني وتقولوا لي أهم الكلمات اللي غادي نحتاجو. تهلاو لي فراسكم بزاف، إلى درس آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.